nos amis de la mairie de Rabat. Voilà. Des idées. سوف تلاحظون أن أول نشاط في ذكرى الأربعينية للشهيد زياد أبو عين هو غرس شجرة زيتون بحضور شخصيات بارزة وقيادات من كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المغربية. وهو بالمناسبة تأكيد على أننا كلنا زياد أبو عين، وأن زياد أبو عين روحه لن تذهب سدى، وأن شجر الزيتون سيبقى رمزا كما كان اغتيال الشهيد زياد أبو عين وهو يغرس شجر الزيتون على أرض فلسطين التي أرادوا اغتصابها من جديد والتي أرادوا مصادرتها. فنحن نطلق من الرباط نداء إلى كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وإلى كل أحرار العالم بأن تغرس شجر الزيتون في كل بقاع العالم بما لها من رمزية في هذه المناسبة، وأن يكتب عليها شجرة زيتون زياد أبو عين شهيد الأرض والزيتون. فعلى بركة الله أكثر من كل شيء. منتصب القامة أمشي أبو ربيع، مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، بكفي حقة زيتون وعلى كتفي نعشي. أبو فهد، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي. هي الجاهل فأحسن واصيل الكفاح، هي الجاهل فأحسن واصيل الكفاح، المغرب فلسطين شعب واحد مشكل. بعد ما حدث في فرنسا أصبحت مناسبة أكثر لأنها تجسد العنصرية لدى مجموعة من القادة في العالم، تجسد العنصرية والتفرقة بين إنسان وإنسان. كنا نتمنى أن تنظم مسيرة عالمية كبرى في فلسطين احتجاجا على اغتيال وزير يزرع شجر الزيتون واغتيل لأنه كان مع مواطنيه يناهض مصادرة أراضي جديدة فلسطينية ويغرس شجر الزيتون كعنوان على رفض هذه المصادرة. كنا نود ونتمنى أن يصطف القادة الذين اصطفوا في باريس، طبعا مع استثناء سأذكره، في فلسطين ليحتجوا ليعلنوا رفضهم للإرهاب الصهيوني، ليقولوا للعالم بأن الإرهاب الحقيقي هو الإرهاب الصهيوني، وليقول للعالم بأنهم يدعمون المقاومة الشعبية وكذا المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. استشهد وهو يسطر في ميدان المواجهة والتحدي المباشر مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ملحمة التصدي والصمود والثبات. استشهد وهو يزرع شجرة زيتون في أرض فلسطين الطاهرة ليحميها من أخطبوط الاستيطان الاستعماري الصهيوني، وليزرع الأمل للأجيال القادمة من أجل فلسطين، الفلسطين الأرض والهوية والكرامة الوطنية التي دافع عنها في مسيرة حياته الحافلة بالعطاء الوطني اللامحدود، لتصبح سيرته ومسيرته الوطنية في سفر القادة الشهداء
قدوة ومثالا لتجذر أبناء فلسطين في وطنهم وتمسكهم بحقوقهم. لقد جسد الشهيد البطل إرادة المقاومة بأسمى معانيها، وإرادة التحدي والفداء والتضحية أمام إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا ومناضلينا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني من هذا الإرهاب الممنهج. فقد شكلت انتفاضة الأقصى عام 2000 بيئة خصبة لاستعادة اللحمة الوطنية رغم اتفاق أوسلو، وتكاتفت الجهود في مواجهة المحتل. والتقيت حينها زياد مرارا عبر وسائل الإعلام، ورغم حدة النقاش وتباين الرأي لكنني كنت أدرك دائما أن الصواب سيكون مآل هذه القضية، وأنه وإن دافع اليوم عن أوسلو فإنه ربما يكون صريع أوسلو. لكن اللقاء الذي لا أنساه مع زياد، ذلك اللقاء الذي جمعنا في مكة المكرمة في الحج قبل 3 سنوات، كان المحررون من صفقة وفاء الأحرار جلعاد شريط قد جاءوا للحج، وكان هو وكيلا لوزارة الأسرى والمحررين منذ عام 2006، والتقيته في بهو الفندق وكان محرما، تصافحنا وتعانقنا، سأل عن الأحوال فابتسمت، تساءل عن الابتسامة فقلت لا رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج. وحديث السياسة قد يكون أحيانا كل ذلك أو بعضا منه، وتواعدنا لاحقا وكان حوارا طويلا وأظنه كان مفيدا. زياد ارتقى شهيدا وهو يدافع عن حق شعبه في أرضه وفي شجره، عن حقه في زيتونة يغرسها ليأكل منها الأحفاد أحرارا، كما أكلنا نحن مما غرس آباؤنا وأجدادنا قبل آلاف السنين، يوم بنى الكنعانيون مدنهم وأقاموا حضارتهم وظل التعاقب عليها فلسطينيا عربيا وإسلاميا. زياد إذ يرتقي شهيدا يكشف طبيعة الكيان الغاصب، مجرما لا يفرق بين فلسطيني وآخر في إجرامه، بل يرى العربي الجيد هو العربي الميت، ولا تفرق رصاصته ولا قذائفه بين فلسطيني وآخر، عفوا بين فلسطيني وأخيه. مع موعد مع سفارة دولة فلسطين مرة أخرى إن شاء الله لتقديم الدرع الشهيد زياد أبو عيل لإيصاله إلى أسرة الشهيد، وسيقدمه إن شاء الله رجلين مغربيين أصيلين شاركا في الكفاح المسلح في أرض فلسطين أيام الكفاح المسلح مع المقاومة الفلسطينية. يظل داعد ومعظم تقدموا كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا. جينا على أرض الفلسطينيين نزع الشجر زيتون، وهم يقومون بالاعتداء علينا من أول لحظة، لا أحد ضرب حجر ولا أحد قام اعتداء، وهذا جيش الإرهاب الاحتلال يمارس القمع من هذا حتى الشعب. قام بالاعتداء علينا وضرب به، ولكن هذا الاحتلال الفاشل سيرحل وسننتصر الشعب الفلسطيني.